كان سلاحين قالوا لا نشري. تواصلوا بسيارة ساعدونا جابونا للجامع، نزلونا قعدونا بقينا حوالي ساعتين زمان قاعدين بجامع. كل واحد يجي يوم داعش يقول انت يا مولي، يقول فهم مواليد. انا قلت 49 وابني 87، اشوف اسمه ابني واني قال لي روح انت. قلت له ابني؟ قالوا لا ما عنده علاقه وياه. اني اناشد اهل الغيره، اهل العراقيين اللي يعرفون شيء عن على عم عمار، دزونا خبر باي طريقه اللي كان عمره قبل الهجره 27 سنه، هسه اللي صار عمره 30 سنه.